وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله كما في مجموع الفتاوى من أن الشياطين يوالون من يفعل ما يحبونه. ما الذي تحبه الشياطين؟ الشرك والفسوق والعصيان، فتارة يخبرونه ببعض الأمور الغائبة ليكاشف بها، وتارة يحملونه في الهواء فيذهبون به إلى مكة عشية عرفة ويعتقد أن هذا كرامة مع أنه لم يحج حج المسلمين، لأنه لا أحرم ولا لبى ولا طاف بالبيت. ومنهم من تذهب به إلى مكة ليطوف بالبيت من غير عمرة شرعية فلا يحرم إذا حاذ الميقات. وبعضهم يقول هؤلاء ملائكة، قالوا هذا خطأ، فالملائكة لا تعين المشركين، وإنما هم شياطين أضلهم عن سبيل الله.